السلام عليكم. الفصائل المسلحة في العراق تحركت من أجل ضرب السفن الإسرائيلية بشكل مباشر في الفترة القادمة، وهذا تم الإعلان عنه في 24 ساعة الماضية على مواقع التليجرام التابعة للفصائل المسلحة في العراق. وأول من وثق هذه المسألة هي وكالات الأنباء الإيرانية مثل إيرنا الإيرانية وغيرها طبعا من الوكالات. والفصائل العراقية هنا أعلنت لأول مرة عن حيازتها لزورق بحري مسير، ونشروا صورة هذا الزورق الذي ترونه بهذا الشكل. الصورة ليست واضحة أبدا، وذلك من أجل جعل الأمور صعبة، من أجل رؤية المواصفات التابعة لهذا الزورق من حجمه، من تفاصيله وغيرها. ولكن هم يوضحون بأنهم الآن يمتلكون زورقا مسيرا مفخخا في حيازتهم، وأصبح في حيازتهم، ومن الممكن أن يقوموا باستخدامه ضد السفن الإسرائيلية وحتى سفن أخرى. وأوضحوا بمنشور آخر بأن المعركة العراقية، معركة هذه الفصائل، ستنتقل إلى الجو وإلى البحر، والتركيز هنا على مسألة هذا الزورق طبعا بشكل أساسي، أن يكون هو جزءا كبيرا من هذه المعركة. وهذا الزورق مواصفات طبعا ليست واضحة لهذا الزورق وما الذي ممكن أن يقوم به، ولكن بحسب البيان الذي صدر هو أكد بأن هذا الزورق قادر على الوصول لمسافة 500 كيلومتر، مدى هائل للغاية. وطبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخليج العربي هنا، لأنها هي النقطة الوحيدة التي من الممكن أن يكون فيها هذا الزورق فعالا في طبيعة الهجمات التي من الممكن أن يقوم بها في الفترة القادمة من الأراضي العراقية مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة. المسافة تقريبا أكثر من 800 كيلومتر وأقل من 900 كيلومتر. وبالحديث عن مدى هذا الزورق بأنه يصل بحسب هذه المصادر إلى 500 كيلومتر، يعني أنه يغطي أكثر من 50% من الأهداف الموجودة في الخليج العربي. وهذا يعني بأن هذا الزورق قادر على الوصول إلى مملكة البحرين، على الوصول كذلك إلى قطر في نفس الوقت. وطبعا عندما نتحدث عن مملكة البحرين هنا، نتحدث بشكل مباشر عن الأسطول الأمريكية الخامس الذي يأتي من ضمن مدى هذا الزورق، الذي من الممكن أن ينطلق طبعا في أي لحظة ويقوم بهجمات في الخليج العربي. وهذا يعتبر أمرا خطيرا للغاية، وخاصة على السفن المدنية أو السفن التجارية. فطبعا وبشكل واضح بأن السفن التجارية الآن الإسرائيلية التي قد تكون طبعا تحمل العلم الإسرائيلي، مملوكة من شركات إسرائيلية، مستأجرة من قبل الجانب الإسرائيلي، ستكون هدفا واضحا لهذه الزوارق بمجرد أن تقوم برصد هذه السفن وتستهدفها بشكل مباشر. وأيضا يجب أن لا ننسى أن السفن الأمريكية من الممكن أن تكون أيضا هي جزء من الأهداف والاستهدافات الخاصة بهذه الفصائل، خاصة وأن الفصائل العراقية أساس عملها منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا هي تأتي ضد القوات الأمريكية، مستشارية التحالف الدولي، الموجودين في العراق والموجودين في سوريا. وبالتالي قد يكون الخطر أكبر على الجانب الأمريكي من الجانب الإسرائيلي في عملية الاستهداف وتحريك هذا الزورق الذي هو لأول مرة كما تحدثنا تمتلكه هذه الفصائل. وهذا التطور هو يأتي بعد طبعا ما رأيناه من ما قامت به جماعة الحوثي من عملية خطف للجالكسي ليدر، السفينة المملوكة من قبل المملكة أو بريطانيا، وكذلك أيضا في نفس الوقت من قبل اليابان وهي مستأجرة من قبل إسرائيل. وبشكل مثير للغاية هذه السفينة الجالكسي ليدر اتضح بأنها موجودة هنا في الحديدة، في ميناء الحديدة تحديدا، من خلال صور أقمار صناعية محدثة من قبل التانكر تراكرز التي أوضحت الجالكسي ليدر، وهي موجودة هنا تقريبا. إذا ما ألقينا نظرة عليها سترى بأنها موجودة هنا بحسب التانكر تراكرز، والتي وثقت بأن فعلا هذه السفينة مركونة هنا. ليس هنالك طاقما إسرائيليا فيها، ليست مملوكة من إسرائيل، ولكنها مستأجرة من قبل إسرائيل بحسب الخارجية الإسرائيلية. لكنه تطور خطير وكبير للغاية. وطبعا التطور الذي نتحدث عنه من الزورق المسير البحري المفخخ الخاص بهذه الفصائل المسلحة هو يأتي بعد تقريبا 48 ساعة فقط من تصريح قادم من وزير الخارجية الإيراني، الذي قال بأن هنالك جبهات جديدة ستفتح في هذه المعركة. والآن نلاحظ بأن الجبهات الجديدة هي الخليج العربي، وما قامت به جماعة الحوثي كذلك على مستوى البحر الأحمر تجاه الجالكسي ليدر أو السفن الإسرائيلية القادمة في الفترة القادمة. وهذا طبعا يعتبر تطورا كبيرا للغاية، خاصة أن المسألة الأخرى
التي يجب أن ننتبه إليها بأن إيران أيضا وبشكل مباشر سبق لها وأن استهدفت السفن الإسرائيلية، السفن الإسرائيلية التجارية التي كانت في السنوات القليلة الماضية تمر من بهذا الاتجاه من بحر العرب باتجاه خليج عمان، وكان هنالك أكثر من حادث قامت إيران بشكل مباشر باستهداف هذه السفن باستخدام طائرات شاهد 136 المفخخة، وبالتالي هنالك ضغط كبير على مضيق هرمز في الفترة القادمة وكذلك على مضيق باب المندب، مضيق هرمز الذي يمر من خلاله 20% من الوقود العالمي ونسبة عالية للغاية من التجارة العالمية أيضا، ومضيق باب المندب الذي يمر من خلاله 6% من الوقود العالمي و40% من التجارة العالمية القادمة طبعا من العالم الشرقي مباشرة إلى العالم الغربي عبر البحر الأحمر وقناة السويس مباشرة إلى أوروبا، وبالتالي هذا من خلاله من الممكن أن يؤدي إلى تأثير كبير على مستوى الطاقة العالمية، وكذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل هائل للغاية على الدول الأوروبية وكذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع هذا الضغط العالي هو سيكون مفيدا جدا بالنسبة أيضا لروسيا على مستوى الحرب الأوكرانية في ظل ضغوط يتعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن على مستوى مجلس النواب الأمريكي في عملية دعم أوكرانيا ضد طبعا الهجمات والعملية العسكرية الروسية، ولكن أيضا هم يعلمون تماما هذه الأطراف إن كانت إيران والفصائل المسلحة وجماعة الحوثي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت الضغط الآن على المستوى الداخلي من خلال العديد من الاستفتاءات التي صدرت حول ما يعتقده الشعب الأمريكي تحديدا في طريقة إدارته للحرب التي تجري بين إسرائيل وبين حركة حماس في قطاع غزة، وهنالك نقاط أو استفتاء قد صدر من الـ NBC نيوز الأمريكية كما تلاحظون بهذا الشكل مؤخرا الذي أوضح بأن المصوتين من أعمار 18 إلى 34 سنة هؤلاء 70% منهم يعتقدون بأن بايدن لا يؤدي أداء جيدا على مستوى الحرب التي تجري في قطاع غزة تحديدا، هنالك انزعاج من الكثير من الأمور، وهذا الأمر هو الذي أثر على طبعا مسألة المصادقة الخاصة بالرئيس الأمريكي الحالي مقارنة وفي مواجهة أبرز المرشحين المحتملين ضده من الحزب الجمهوري ألا وهو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالتالي هنالك مشكلة حقيقية جدا بالنسبة لبايدن، وهذا هو الضغط الواضح على مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وننتظر ونرى كيف لهذه الأمور أن تتصاعد بهذا الاتجاه. الفصائل العراقية مستفيدة كثيرا من الأمور والتطورات هذه الحرب، فعلى سبيل المثال الأسبوع الماضي أعلنت القنوات التليجرام الخاصة بهذه الفصائل الإعلام الحربي تحديدا أعلنوا عن هذا الصاروخ الذي ترونه أمامكم، وقالوا بأن هذا الصاروخ هو صاروخ صارم كما تلاحظون من هذا الصاروخ من طبيعة تصميمه الرأس الحربي هذا الشكل الذي ترونه بهذه الطريقة لون الصاروخ من التصميم الخاص به، تلاحظ بأن الصاروخ فعلا مصمم بطريقة مميزة للغاية، وتلاحظ أن هنالك بعض العلامات الوسطية التي تتطابق مع أحد الصواريخ الإيرانية أيضا الذي سنلقي نظرة عليها عندما نقترب من هذه النقطة، ستلاحظ بأن هنالك بوكس أو صندوق قد لا يكون واضحا هنا ولكنه يعني واضح الحوافي الموجودة أو الأجز الخاصة بهذا الصندوق بهذا الاتجاه، تلاحظ بأن هنالك كتابة هنالك رقم بالأرقام الرومانية طبعا هو مكتوب، تلاحظ هنا أيضا رقما آخر، وبالتالي هذه العلامات هي تتطابق تماما بالشكل وبالديزاين وبالتصميم الخاص بها بصاروخ BM-120 الإيراني، نفس الشكل ونفس التصميم تماما لا اختلاف أبدا من الرأس الحربي ومن هذا التصميم الذي نراه من لون حتى الصاروخ لا يختلف أبدا عن الصاروخ الذي نتحدث عنه، وبالاقتراب من التفاصيل التي تحدثنا عنها هنا هي تصبح أكثر وضوحا وترى نفس البوكس نفس الكتابة كل شيء لا يختلف طبعا عما رأيناه، وبالتالي نحن نتحدث عن صاروخ BM-120 الذي يصل مدى إلى 120 كيلومترا، وهذا الصاروخ إيراني بحت، والصاروخ سابق للأرمي ريكوغنيشن والعديد من المواقع المهمة، وأن تحدثت بأن هذا الصاروخ أعلنت عنه إيران في ديسمبر عام 2021، والفصائل العراقية الآن تقول بأنها تمتلك هذا الصاروخ، وقبل ذلك الفصائل الإيرانية أعلنت بأنها تمتلك صاروخ الأقصى
واحد الذي اتضح بأنه صاروخ فاتح 110 الإيراني. بالتالي الآن الفصائل تمتلك أيضا صواريخا بالستية، وهذا يعني بأن بالنسبة لمستشارية التحالف الدولية الموجودين في العراق أو القواعد الأمريكية الموجودة كذلك في سوريا، هي بحاجة إلى منظومات الباتريوت أو أعلى من الباتريوت لكي تتصدى لهذه الصواريخ، وإلا هذه الصواريخ ستكون خطيرة وخطيرة للغاية. وفي نفس الوقت هنالك تصعيد كبير للغاية من قبل حزب الله اللبناني تجاه إسرائيل. نعم الأمور تتصاعد بشكل خطير بحسب ما نشرتهم التفاصيل الديلي إكسبرس التي ترونها هنا، والتي نشرت بشكل واضح بأن هنالك ضربة من حزب الله اللبناني على إحدى القواعد الإسرائيلية ألا وهي قاعدة برانيت الإسرائيلية، يدعوت أحرنوت، تايمز أوف إسرائيل، كلهم أكدوا هذه التفاصيل. وكانت هذه لقطة الدمار في إحدى القواعد الإسرائيلية وهي قاعدة برانيت التي تحدثنا عنها، تلاحظ دمار كامل. استخدم حزب الله اللبناني صواريخ بركان، 4 من هذه الصواريخ بحسب التقارير استخدمت، دمرت هذه النقطة التي قال حزب الله اللبناني بأن هنالك جنودا إسرائيليين في هذه المنطقة، ولكن الجانب الإسرائيلي قال بأن ليس هنالك أي قتلى أو جرحى جراء هذا الهجوم، إذا ما أخذنا عددا من العلامات مما رأيناه من هذه اللقطات لكي نتأكد من طبيعة هذا الموقع. ستلاحظ بأن هنالك جدارا، وستلاحظ بأن هنالك أيضا شجرة، هذه للجهة الشمال. أما الجهة اليمين فأنت سترى نقطة مدمرة هنا ولكنها نقطة مبنية، وأيضا هنا شجرة أخرى بهذا الاتجاه، وستلاحظ بأن هنالك أيضا برجا من مسافة التصوير كان قد ظهر بالاتجاه الشمال بهذا الشكل المائل، طبعا كان ظاهرا. وبالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي أو قبل القمر الصناعي نأخذ الخارطة الخاصة بحزب الله اللبناني، فإن قاعدة برانيت هنا كما تلاحظون هي واضحة أمامكم. حزب الله قال فعلا بأنهم قاموا بضرب هذه القاعدة بهذه الطريقة، بالتالي بتطابق هذه الصور والنقطة التي ضربت ونتجه مباشرة إلى طبعا قاعدة برانيت، هذه هي القاعدة التي ترونها، ونتجه مباشرة إلى النقطة الوحيدة المتطابقة مع ما رأيناه، وهذه النقطة يتضح بأن هنالك برجا كما تلاحظون بهذا الاتجاه واضحا من هذه النقطة المرتفعة، وهو يوضح أن النقطة التي تحدث عنها أو التي استهدفت بحسب ما ظهر من هذه المقاطع هي هذه النقطة من هذه القاعدة. تجد هذا الجدار وتجد هذه الأشجار وتجد هذه النقطة التي كانت ظاهرة أمامنا، المباني واضحة بنفس اللون وبنفس الشكل تقريبا من الأشلاء، وهذه النقطة الأخرى التي كانت مدمرة وواضحة أمامنا، وهذه الشجرة. وبالتالي عملية التصوير كانت قد صورت كل هذه الاتجاهات، وهذا يوضح فعلا حزب الله كان قد استهدف هذه النقطة بهذا الشكل الخطير، وهنالك ضربات وتبادل للضربات بين الطرفين. هذه النقطة التي طبعا ضربت كما نتحدث الآن، وبالتالي الأمر يتصاعد بشكل خطير بين الجانبين. ولماذا نتحدث ونقول بأنه خطير؟ لأن حزب الله اللبناني الآن متحشد بشكل هائل في جنوب لبنان تجاه الشمال الإسرائيلي، وحزب الله اللبناني بحسب التقديرات الإسرائيلية تتحدث بأن حزب الله يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ في ترسانته الصاروخية، الكثير منها أيضا والبعض منها من الصواريخ الموجهة، وهذا يعني بأن حزب الله اللبناني يستطيع ضرب الجانب الإسرائيلي وتوجيه 3000 صاروخ في اليوم الواحد لمدة 50 يوما على الداخل الإسرائيلي، وهذا يعتبر وتعتبر قوة وخزين هائل للصواريخ تمتلكه ويمتلكه حزب الله اللبناني، وهذا يشكل مشكلة بالنسبة للقبة الحديدية أو حتى أنظمة الباتريوت إذا ما حاولت التصدي. 3000 صاروخ مرة واحدة في اليوم الواحد مشكلة حقيقية، ورأينا ما جرى من قبل الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر على الداخل الإسرائيلي، استخدموا أيضا 3000 صاروخ مباشرة تجاه الداخل الإسرائيلي الذي شتت تماما الدفاعات، سقطت العديد من الصواريخ، الجميع في الملاجئ ونفذوا عمليتهم. بالتالي مثل هذه القدرة الصاروخية تمكن حزب الله حتى التقدم على الجانب الإسرائيلي في ظل هذا الغطاء الهائل للغاية، وأيضا في نفس الوقت أن الجانب الإسرائيلي ينتشر وينشر العديد من قواته الاحتياطية، نتحدث عن 100,000 من عناصر الجيش الإسرائيلي منتشرة في هذه المنطقة أيضا، والأمور تتصاعد وضربات كبيرة من الجانب الإسرائيلي من جهة أخرى على الداخل اللبناني أيضا، وهنالك لقطات قد نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية أيضا لطبيعة هذه الاستهدافات اليوم. الكثير من
من اللقطات وهم يضربون نقاطا في داخل لبنان بهذا الشكل الذي ترونه تصعيد غير طبيعي. ومؤسسة الدفاع للديمقراطيات هي التي تحدثت عن طبيعة وخطر هذا التصعيد بين الطرفين فجأة رغم كل التهدئة والتصريحات التي رأيناها. وهذا التصعيد لماذا نتحدث عن أهميته؟ لأن أموس هاكستين وهو أحد أهم المستشارين للرئيس الأمريكي جو بايدن هو الآن متواجد في إسرائيل، وأكسيوس الأمريكية كشفت بأن الولايات المتحدة الأمريكية في قلق من أن إسرائيل تريد الضغط أو استفزاز حزب الله اللبناني أو إشعال الحرب مع حزب الله اللبناني لجر الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحرب وإشعال حرب إقليمية. فبعض الإسرائيليين وبعض الأنباء تتحدث بأن إسرائيل تريد أن تنتهي من كل أعدائها مرة واحدة، والولايات المتحدة داعمة وداعمة بقوة للجانب الإسرائيلي. بالتالي الأمور خطيرة وخطيرة للغاية على العديد من الاتجاهات، جبهات جديدة، تصعيد كبير ممكن أن يؤثر على العالم بأكمله وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى على مستوى الوطن العربي. وبالتالي الأمور تبدو صعبة للغاية.